السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم العسل. سمحوا لي حيت الفيديو الاول اللي كنت نقدم فيه المكونات تمسح ليا، ولاني ماشي مشكل حيت المكونات بساطين وسهلين. ندوزو مباشره للتطبيق. هنايا عندي كيلو ديال سنيده، معايطر ديال الماء بالضبط، جوج معالق كبار ديال اتاي درتهم في واحد الزويف نقي وحزمته ورميته حتى هو في الكوكوت ديالي يطيب، وحامضه مقطعه طريفات هكايا ومحيدين لها العظومه. صافي، المده ديال الطياب ما بين ساعه حتى ساعه الا ربع، ومره مره كنبقاو نحركو الكوكوت ديالنا. العسل ديالي بعد ما حيدت الحامض واتاي، الا بغيتو تاكلو من القوام ديالها يعني كيفاش كيكون في الاخير، تحطوا واحد شي شويه في شي زلافه ولا شي اناء كما بغى يكون، توضعوه في مكان بارد. هي حتى كتبرد عاد كتبان كما كتشوفوا هنا، ها هي كتبان يعني شويه جاريه حيت مازال شويه سخونه، مازال سخونه، ولاني في نهايه الفيديو غادي تشوفوا كيفاش غادي تختار وغادي تولي قاصحه. ما بردات العسل ديالي مزيان، درتها في هاد القريعات هادو. ها قبل بعدا انا زدتها 10 ديال الدقائق فوق العافيه، كتغلي غير هكاك. الكميه اللي عطاتني كيلو ديال السنيده هي هادي بالضبط، هي هادي، انتم غتشوفوا معايا كيفاش جات. من بعد ما بردات كي قلت لكم كتولي خاتره، الا بغيتوها نتوما شويه جاريه فما تشعلوش عليها الكوكوت، صافي كي تطفيو عليها خليوها تبرد. هكا كتجي خاطره زوينه. صافي، هذا هو الفيديو ديال اليوم. الا كنتو اول مره كتفرجوا في القناه ديالي ما تنساوش تابوناو معايا ساميه شانيل. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر.